هاي كايز، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي ريم كتابة. اليوم هذا الفيديو رح العب لعبة بي كي اكس دي. اليوم يا جماعة رح احكي عن معلومات سحب الالف مجوهرة على لعبة بي كي اكس دي اللي رح اسويها. طبعا رح احكيكم الشروط وكيف اني اتواصل معاكم، مين اللي رح يربح الجائزة يعني وهيك، وكيف اني رح اسحب عليهم. بس قبل ما ابدا حابة احكيكم شغلة، نزلت على المنتدى من كلام بحكيكم فيه انه يوم اول يوم من العيد رح احكي انه رح نسوي تجمع مع بعض ونلعب يعني كل المتابعين وهيك. بعدين حكيت لنفسي وقلت حالي انه يعني اكيد المتابعين ما رح يكون نصهم بالبيت، يعني ممكن يكونوا زايرين عند اقربائهم او هيك شيء. ونفس الشيء انه التليفون انا ما رح يهدى ابدا، يعني رح ضل في ناس عادة تتصل وتعايد وهيك. فلقيت فكرة وهي انه نسوي التجمع هذا قبل العيد بيوم، يعني نسويه بكرة. اوكي، العيد يوم السبت، نحن بنسويه يوم الجمعة. بكرة يوم الجمعة، فبكرة بسوي التجمع مع المتابعين. فابعتوا لي انتو طلبات صداقة، اسمي ريم كتابة مثل اسم قناتي ورقمي هاشتاج 848. تمام، رح انزلكم قبل ما اسوي التجمع قبل ما ادخل اللعبة، رح انزلكم بحكيكم انه رح كونوا اونلاين انتو، وانه رح اضيفكم لعالم الخاص، يعني رح يكون في عالم خاص لانه السيرفر ما رح يقدر يسع اذا في متابعين وفي ناس غربة كمان يعني اجانب، فما رح يسع. فعشان هيك رح اسوي انا السيرفر الخاص فيني، والمتابعين اللي رح يكونوا اونلاين رح ابعت لهم طلبات صداقة، يعني طلبات دعوة، وهم بعدين رح يقبلوا طلب الدعوة هذا وينضموا للسيرفر اللي انا مسويته. اوكي يا جماعة، هلا خلينا ننتقل لسحب الـ2000 مجوهرة على بي كي اكس دي. اول شي خلينا ابدا متى رح اسوي هذا السحب ومتى رح اسحب عليه. بس توصل قناتي هي 4700 مشترك رح اسوي هذا السحب على 2000 مجوهرة. وزائد انه في سحب 2000 مجوهرة كمان، لسه في سحب اسبوعي كامل، يعني رح يكون لمدة اسبوع كامل. بس نوصل ال 4700 مشترك رح يكون في لمدة اسبوع كامل سحب، يعني كل يوم يكون في سحب على 50 مجوهرة، يكون في سحب على 180 مجوهرة كل يوم لمدة اسبوع. تمام، يعني لانه يعني انه شخص واحد ياخذ 2000 مجوهرة هذا يعني يعتبر انه هيك انه كثير 2000 مجوهرة، وهيك ما راح يكون عادل لانه في متابعين كمان تاني مشتركين عندي. فعشان هيك قررت اني اسوي زائد هيك انه سحب لمدة اسبوع كامل، يعني راح يكون في 7 فائزين يعني بالاسبوع، راح يكون في 7 فائزين كل يوم فائز جديد راح يكون. اوكي يا جماعة، هلا خلينا احكيكم عن الشروط. الشروط هي انكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، تتفاعلوا على كل مقطع جديد بنزله، وتكتبوا تحت بالتعليقات اسمكم باللعبة ورقمكم باللعبة وكيف اني اقدر اتواصل معكم. طبعا في 3 طرق لحتى اني اقدر اتواصل معكم، اما طرق تانية فضمن خارج هاي الطرق فما رح اقدر. يعني الطريقة الاولى هي عبر بنترست، رح تلاقوا رابط البنترست تبعي باللمحة تبعي بالقناة، إذا نزلتوا لتحت رح تكون فوق عدد المشاهدات كاتبتلكم في إنه بنترست، حاطلكم هيك مثل إشارة سؤال أو هيك، فأنتوا إذا ضغطتوا عليه على طول رح ياخذكم على موقع بنترست، وفيكم من هنيك إنكم تقدروا تتابعوني. أو مثلا على بلعبة بي كي إكس دي، عفوا مو لعبة بي كي إكس دي، روبلوكس، يب روبلوكس، كمان باللمحة رح تلاقوا اسمي موجود، روبلوكس بعدين هيك فاصلة صغيرة و 396. أو عن طريق يوتيوب، رح تحكوا كيف عن طريق يوتيوب، وبركي حدا شاف إيميلنا أو كلمة السر تبعنا أو شاف الكود رح تعطينا إياه. فيا جماعة لا تخافوا لأنه الطريقة استخدمتها قبل هيك، والطريقة اللي هي إنه رح أعطيكم أنا رابط فيديو من فيديوهات القدامى، يعني ما حدا بيعرف عن هذا الفيديو، يعني في بعضكم ممكن يكون شايفينه بس ساحبين عليه. المهم اني رح اعطيكم رابط فيديو ما عاد انشاف او ما عاد عليه تفاعل كتير قديم يكون على قناتي، واعطيكم الرابط وبعد انتو تدخلوا هنيك اكون انا كاتبة تعليق هنيك انه مثلا اسم الشخص اللي فاز، انه اكتب تعليق هون واكتب ايميلك وكلمة السر تبعك، او اذا مثلا حلت المشكلة تبعي اللي صار بلعبة بيك اكس دبلي اني ماني قدرانة اني اشحن ولا كود باللعبة، ف رح اقدر يعني ما في طريقة غير اني اخذ كودكم، عفوا يعني اخذ الايميل تبعكم وكلمة السر مثل ما سويت بالحسابات الماضية.
ما سويت سحب على البيوت وهيك راح اسوي كمان نفس هذا السحب اذا ما صار الكود. وهلا نجي للمفاجاه الكبيره اللي هي سحب على 4000 مجوهره مع 2000 مجوهره. 4000 مجوهره راح يكون بس اوصل 5000 مشترك على القناه. يعني حبيت اني اسويها هيك يعني مثل سوربرايز وهيك. فا اوكي يا جماعه طبعا اول ما اوصل 5000 مشترك على القناه راح اسوي سحب على 4000 مشترك. عفوا يا الله ما بعرف ليش معلقه على لساني انه 4000 مشترك. اوكي راح بس اوصل 5000 مشترك على القناه راح اسوي سحب على 4000 مجوهره وكمان سحبات ثانيه بحكيكم فيها مثل السحب الاسبوعي اللي راح اسويه بس اوصل 4700 بس راح اطوله اكثر. يعني بدل ما اسوي لمده اسبوع ممكن اسوي لمده اسبوعين. فاهمين علي كيف؟ يعني بدل ما يكون في بالاسبوع 7 فائزين بيكون ضمن اسبوعين يكون في 14 فائز. فهيك عشان يكون عادل السحب وما اكون انه مثلا اعطيت واحد اكثر من هيك وهيك. فا اوكي جماعه مثل ما حكيت لكم وطبعا لسه سحب بيت الهيلو كيتي لسه مستمر. فيكم تروحوا تشوفوا الفيديو اللي بحكي لكم فيه عن شروط والسحب تبع هيلو كيتي. فيكم تروحوا تشوفوه نزلته كمان على القناه ثاني يعني فيكم تروحوا تشوفوني. اوكي هلا ما عندي شيء احكي بعد هيك شطر ما حكيته عن الشروط والسحب. اوكي حكيت لكم انه يمكن اسوي سحب على هيك يعني مثل جوائز او مثل عيديات بلعبة بيكي اكس دي بمناسبة عيد الاضحى. فما بعرف اذا رح اطبق هاي الفكرة او لا. ممكن اني اول يوم او ثاني يوم من عيد الاضحى المبارك اني انشر لكم مقطع فيه بكيكم فيه سحب على 50 مجوهرة او سحب على 180 مجوهرة يعني كعيدية او هيك. فاهمين علي كيف؟ اوكي يا جماعة طبعا هي الاشياء اللي كنت بدي احكيكم اياها. راح اسوي سحب الالفين مشترك بس اوصل عفوا يا الله شو صوتي. اوكي سحب الالفين مجوهرة انسوا مشترك يعني حطوا بدال كل ما احكي انا كلمة مشترك اسحبوا عليها وحطوا بدالها مجوهرة تمام. بس اسوي يعني اوكي لساني مربوط ما بعرف ليش. اوكي سحب الالفين مجوهرة راح يكون بس اوصل الاربعة الاف وسبعمية مشترك. اوكي وسحب الخمسة الاف سحب الاربعة الاف مجوهرة راح اسويه بس اوصل 5000 مشترك تمام. اوكي وبس يا جماعه طبعا لهم بيكون خص المقطع تبعنا. بتمنى انه عجبكم اضغطوا لايك سبسكرايب وبس بشوفكم فيديو جديد. سلام.